تحياتي لجريد 11 ستودنتس. بهيدا الفيديو هأحكي بس عن السبيشال كيسز خلال عملية solving للإنيكواليتيز. وأنا عم حل إنيكواليتيز يمكن تمرق معي سبيشال كيسز حبيت أفصلها بفيديو لحالة عشان ننتبه. فالسبيشال كيسز فور إكزامبل، إذا أنا عم حل هيدي الإنيكواليتي 2x squared minus 5x plus 9 greater than 0، لما طلع الدلتا b square minus 4ac هتطلع معي minus 47. بنذكر ال a هي 2 مضروبة x squared، ال b minus 5 وال c 9. ف minus 47 هيدي نيجاتيف. نحن قلنا إذا بالفيديو الأول إذا الدلتا نيجاتيف بستعمل إشارة ال a، هيدي ما عندها روتس ما فيي أعمل تيبل، فبنستعمل إشارة ال a. ال a شو بتساوي؟ 2 greater than 0، فمعناتها الإكويشن A أكبر من 0 بناء على إشارة الـ A، فالإكويشن greater than 0. فيا جماعة إذا كانوا الساينز للـ inequalities متفقين، يعني المطلوب هيدي زي ما طلع معي هون، فبكون الـ answer minus infinity plus infinity. فإذا الإشارات متفقين يعني طلعت الـ E greater than 0 وهو طالبة مني greater than 0، فمعناتها حتكون minus infinity plus infinity. طيب another example، minus x squared plus 6x minus 10 less than or equal to 0. فهيدي بتنحل دلتا برايم لأنه الـ B even، بتصير الـ B prime هي 3. ف 3 squared minus AC، ما انسى الماينسز يا جماعة انتبه منيح، فحتطلع 9 minus 10 يعني minus 1 less than 0. فإشارة الـ A، الـ A شو بتساوي هون؟ minus 1. فطالما عندي هي نيجاتيف، الـ E نيجاتيف والمطلوب هو نيجاتيف، فالساين الانسر it will be minus infinity plus infinity، هيدي less than 0 والانسر عندي less than 0. طيب for example 4x squared minus x plus 9 less than 0، دلتا برايم، لا هيدي دلتا it will be، ما في برايم هون by mistake، ف b squared minus 4ac فحتطلع minus 143. طبعا صرنا عارفين انه هيدي بناء على الدلتا نيجاتيف، هيدي ما عندها روتس، نو روتس، فمناخد إشارة الـ A 4 greater than 0، فمعناتها الـ E greater than 0. فالسوليوشن هون يا جماعة السوليوشن it will be 5. ليه 5؟ ليه امتي؟ ليه ما في سوليوشن هون؟ لأنه طلعوا الإشارات عكس بعضهم زي ما كنا عم نحكي من شوي، هيدي المطلوب مني less than 0 والإكويشن طلعت معي greater than 0، فمستحيل. هو طالب تكون أنت الإكويشن negative المطلوب، طب طلعت معي الإكويشن always positive لأنه الـ A plus، فمعناتها مستحيل تكون negative، فالسوليوشن 5. هيدا منذكر فيه السيمبول يعني empty set no solution. minus x squared plus 4x minus 8 greater than 0، فدلتا برايم b برايم سكويرد ماينس ac، الb برايم بنذكر فيها هي 2 it will be 2 لانه الb هي 4، فحتطلع ماينس 4. ناخد اشارة الa، الa هي ماينس 1. طيب ماينس 1 هو طالب greater than 0، فالe نيجاتيف تمام، والمطلوب هو بوزيتيف اكبر من 0، فمش متفقين، مش زي بعضهم. طلعت معي الـ E is always negative less than 0، هو طالب مني أمتى بتكون positive، فالسوليوشن كمان هون 5. طيب هلأ مطلوب مني 4x squared minus 12x plus 9 greater or equal to 0، دلتا prime b prime squared minus ac، دلتا الـ b prime it will be 6، فمعناتها يا جماعة حتطلع عندي 36 minus 36 0. إذا الدلتا كمان equal to 0
هتكون بنستعمل كمان إشارة الـ a، الـ a4 greater than 0، فمعناتها الـ a greater or equal to 0. هون يا جماعة في root، فالـ equation ممكن تساوي 0 عند الـ double root اللي منذكر فيه x prime equal x double prime equal minus b prime على a. الـ b prime هي 6، يعني it will be plus 6 على 4. عند 6 على 4 أو اللي هو 3 على 2 الـ equation it will be 0. طيب متفقين هيدي greater or equal، المطلوب مني كمان greater or equal، فالsolution minus infinity plus infinity. آخر part حنشوفه minus x squared plus 4x minus 4 less than 0، delta prime كمان ما ننسى، الـ b prime هون حتساوي 2. فالانسر b prime squared minus ac it will be 2 squared minus 4، لانه minus 1 times minus 4 حتعطيني 4، ف 4 minus 4 هي 0. نستعمل اشارة ال a يا جماعة اللي هي minus 1، فنيجاتيف معناتها ال e less than or equal to 0. بس انتبه لشغلكم هون، حعوز الدبل روت. هون عندي x prime equal x double prime equal minus b على a، minus b prime على a. It will be minus 2 على minus 1 يعني 2. ال b prime 2 مع ال minus ف minus 2 minus 1 اللي هي ال a فحتطلع 2. طيب ال e less than 0 فالسوليوشن minus infinity 2 union 2 plus infinity. ليه عملنا هيك وشو السبب؟ خلينا نشوف. هون يا جماعة كان طالب مني greater or equal to 0. greater or شو إذا بنقرأها or equal to 0، فما عندي مشكلة لو شو ما تساوي الـ equation تساوي حتى لو كانت equal to 0. فطالما هي positive الـ equation وممكن تساوي 0 فما عنديش مشكلة. هون طالب مني بس الـ equation تكون negative، ما طالبها تكون equal to 0. طيب أنت بتساوي 0 هي عند الـ 2، تكون أقل من 2 الأكس ما عنديش مشكلة لأنه الإكويشن بتضلها نيجاتيف، أكبر من 2 ما عنديش مشكلة، فهتكون minus infinity 2 union 2 plus infinity. هعيد على السريع، هون طالب مني بس less than 0 والإكويشن طلعت ممكن تساوي 0، هو ما بده إياها تساوي 0 وإلا كان حط داش هون، مش هيستحي مني يعني، فما حط داش. فطالب بس less than 0 مش less than or equal less. فطالما less than 0 فالرقم اللي بتساوي الإكويشن عنده 0 اللي هو الدبل روت هيدا 2 بدي شيله من عندي. كيف شيله من الانترفال؟ بحط minus infinity 2 union 2 plus infinity. هيدا كان شرح لسبيشال كيسز، ما كتير بيمروا خلال الاكسرسايزز بس مهمين نعرفهم. And thank you for watching.